أهلا وسهلا بكم. اليوم راح نأخذ فد نص آخر من الكتاب المقدس. الأسبوع الفات حكينا عن الطوفان وكيف أن قصة الطوفان هي قصة قديمة. أخذ الكتاب المقدس وسوى منا فد قصة كتابية. كذلك اليوم راح أخذ قصة شوية مشككة لمن نقراها، لكن راح أشوفكم شلون نقدر نقرأ الكتاب المقدس على شكل طبقات مثل الجيولوجي، شلون نقرأ طبقات الأرض أو الأطفال من يأكلون كيك يقصون قطعة يشوفون طبقات الكعكة. هالشكل إحنا راح نأخذ فد نص مشهور أكيد سامعين بينه، شلون الله عاقب مدينتين اسمهم سادوم وعامورة، وشلون دخل إبراهيم في صلاة وتوسل بالله أنه لا يدمر هالمدينتين، والله قال له لو بيها 45 لو بيها 50 شخص خوش ناس ما دمره، قال له زي ما يخالف الخاطري خمسة ما بيها 45 بعدين 40 بعدين 35 بعدين 30 وينزل إلى 10 ما بيها 10 أشخاص زينين. فيستسلم إبراهيم ويقرر الله أن يدمره، لكن بيها ابن أخو إبراهيم اسمه لوط ومرته وبنتينه، فالله يدز 2 ملائكة حتى يطلعون هل عائلة الصغيري الخوش ناس من سادوم. لكن أهل سادوم فاسدين و راح يطلبون من لوط أن يسلم هالاثنين الشباب ولنيات شريرة بيهم. فلوط حفظا للضيافة راح يعرض بنتينه على هالناس المتوحشين، لكن هي ما يريدون البنتين، يريدون هالشابين الملائكة. فالملائكة يقولوا له ما عليك، يعمون الناس ويأخذون يقولوا لهم اطلعوا من المدينة بس لا تنظرون إلى الوراء. مرت لوط نظرت إلى الوراء وتحولت إلى عمود من ملح، وراح يصير مثل رعب عند البنتين أنه انتهت البشرية وعبالك العالم خلص، فراح يرتكبون الخطية الكبرى أنه يصورون بس أبوهم باقي كرجل، فحتى لا ينقرض النسل من البشرية يعملون خطية كبيرة هي زنا المحارم. والكتاب المقدس يقول بأنه هذول الولدين اللي ولدوا من بنات لوط هيم أصل المؤابيين والعمونيين اللي هيم شعوب أعداء دائما كانوا لبني إسرائيل. هذه مختصر القصة. السؤال أيضا اللي طرحتونه من زمان على نفسي، هل يا ترى كنصار هكذا شيء مثل ما شفنا؟ هل كنصار طوفان واكتشفنا أنه أكو فد دراسات بالبحر الأسود، ويعني كنصار فد كارثة كونية ماي كثير؟ لكن السؤال هاليوم هو هل كان صار أنه مدينة كاملة تشتعل وتزول، مدينتين سادوم وعامورة؟ الغريب مثل ما تشوفون بهذه الخريطة، الغريب أنه يوصف الكتاب المقدس منطقة سادوم وعامورة يقول منطقة سهل. المدينتين يعتقد أنه هيم في جنوب البحر الميت حاليا أو في الشمال، راح نشوف بعض ما نعرف مكانهم، وماكو حاليا أثار لسادوم أو عامورة، بس هي كلها تكهنات، والباحثين والجيولوجيين حاولوا أن يشوفون إذا أكو هالشكل شيء. أكو فد شيء تاريخي راح ندور عليه جيولوجي، وأكو شيء كتابي راح نشوف شلون. أريدكم شوية تنتبهون
أنه كاتب الكتاب المقدس مثل فنان. الفنان إيش يعمل؟ من يرسم لوحة يأخذ خشب أو قماش ويرسم عليه لوحة، واللوحة تصير قيمتها آلاف المرات أكثر من قيمة القماش أو الخشب أو الحائط اللي انرسمت عليه هذه اللوحة. إذن القصة هي فتقصة متناقلة شفهيا بين شعوب بهاي المنطقة. أكو فرد شيء، ما أكو دخان بلا نار، أكو فرد شيء انصار. وفعلا دراسات ثبتت أنه بحدود سنة 2400 قبل الميلاد كان صار فت حادثة، كان بقيت في مخيلة الناس، كان صدمتهم، والناس تناقلوا القصة أبا على حفيد، ها تناقلوا القصة ووصلت إلى كاتب الكتاب المقدس بحدود القرن السابع ثامن أو أقل سادس قبل الميلاد. سفر التكوين كتب تقريبا بهاي الفترة، وقعد أخذ القصة لبس فكر كتابي. إحنا إيش نعمل؟ إحنا نحاول أن نفكك القصة حتى نشوف الجزء القصصي أو الأسطوري أو الحكاية القديمة، وبعدين نشوف هذا التلبيس. هذا التلبيس نحاول أن نفهم الدرس، هذا المدراش يسمونه باللغة العبرية مدراشة، يعني الدراسة، الفكرة الموجودة. وراح أشوفكم بالأخير إن شاء الله يكون عندي مجال، أشوفكم بالأخير شلون هذا الكاتب دا ينطينا في الدرس صالح لهاليوم 12/3/2015. هذا الدرس كلش مفيد، بس طريقة القراءة ما هينا، ينراد شوية شوية نمشي بيهم على كيفنا. يعني أكو خطيئة أكو عقوبة، إحنا نتذكر بالطوفان أنه عندنا قوس قزح، يقول الله أنه ما بعد أعاقب الخطيئة بهالشكل. ليش؟ رجع، وكأنه بعد الطوفان رجع الله عاقب الخطيئة بشكل عنيف. بس أشي الكاتب يعمل؟ يحط صلاة إبراهيم قبل هذا النص ويقول ما كان بيها ولا واحد خوش إنسان. أشني خطيئتهم؟ الناس تصور أنه هي الزنا أو المثلية الجنسية إلى آخره. لكن راح نشوف أنه أكو خطيئة وأكو خطيئة تلخ مخفية، راح نكتشفها بعد شوية. قبل ما ندخل بالنص الكتابي راح يعني نروح شوية للمنطقة، هاي المنطقة الجغرافية. يمكن ما كن زرتم بحر الميت، قسم منكم ممكن كزارونه. هي منطقة غريبة جدا جدا، من مناطق العجيبة بالعالم. أنصى من مستوى سطح البحر 300 متر، أنصى من مستوى سطح البحر 300 متر، تخيلوا. هي أنصى مكان بالعالم، يعني سطح البحر الميت هو أنصى من كل بحار العالم. فالمنطقة كلش مخيفة مرعبة، ما بيها نباتات، ما بيها مزروعات. بحر الميت ليش اسمه ميت؟ لأنه نسبة الملح بينه عالية جدا، بحيث اللي يريد يغرق ما يقدر يغرق. هذه المنطقة تشوفون، هذه المنطقة مع البحر الميت، هوني من القمر الاصطناعي إذا نشوفها، هي منطقة جيولوجيا تقع بين ثلاث قارات، ثلاث كتل قارية، تقع بين قارة آسيا، هاي آسيا، وقارة أفريقيا، وقارة صغيرة هي شبه الجزيرة العربية اللي كن ضربت المكان. يعني عندنا حركات ثلاثة من الناحية الجيولوجية، الأرض تتحرك ببطء بس تتحرك. كان أكو زمان ماكو قارات، كان أكو قطعة بس، أرض انقسمت، صارت فصلت أمريكا الشمالية والجنوبية لما ظهرت الأرض قبل عدة
مليارات من السنين، عمر الأرض 4 مليارات، فهل أكو حركة أن أمريكا الشمالية والجنوبية قد تبتعد عن القارات الأخرى 4 سنتيمات بالسنة، 4 سنتيمترات القد يعني بالسنة؟ فهل الحركة هي اللي تسوي الزلازل، هي اللي تسوي تسونامي، هي اللي سوت تسونامي قبل كم سنة في جنوب شرق آسيا وماتوا 200,000 شخص، هي اللي تسوي هالحركة مع الأرض؟ الأرض مثل قشر مع البرتقال، ها كن قشرنانه فيسحب فوق، يعني جواته سائل، هاي اللي تطلع من البراكين، هاي الحجارة سائلة، هي نحن لنسبح فوق مادة سائلة في داخل الكرة الأرضية، فهوني أكو حركة. هذه المنطقة مع البحر الميت هي منطقة زلزالية، الخط يبدي من جنوب البحر الأحمر ويشق فلسطين ويصعد إلى البلقان ويصل يعني قص الأرض، الخطوط الزلزالية. فإذا هوني عندنا فد شق قاري، عمق البحر الميت كلش عميق، ما نعرف إيش قد عميق، بحيث لي هسه مكن قدروا ينزلون جوا حتى يشوفون إذا مثل ما عملوا هذول العالمين مع البحر الأسود، أوكي؟ هاي البحر الأسود زلاطة يم البحر الميت، رغم أنه هو صغير بس هو عبارة عن شق كبير داخل الأرض بينه ماي، وهو بينه نفط قديم، بحيث مرات أشي يصير يطلع من هذا من جوا، يطلع قطع من القير. اسمعوني مليح، منطقة البحر الميت تنتج قير، والقير قبل 5,000 سنة، احنا هوني في هالخريطة عندنا حضارة مصر وعندنا حضارة وادي الرافدين. حضارة وادي الرافدين ما تحتاج قير، القير كان يستعمل لبناء البيوت ولبناء السفن، يعملون سفينة من قصب ويحطون قير عليها ويقدرون يبحرون بها، لأن الماء يبرد القير ويقدرون يسد المسامات. هوني بالعراق كان عندنا قير في كركوك، قير في قيارة، قير في بهب المقير، عندنا 4-5 مناطق من شمال العراق إلى جنوب تنتج قير، قير يطلع عيون من قير تطلع من القاع، حتى حمام العليل هم بيا كبريتو قير، بس أكو مناطق يطلع القير صافي، أكو أقل صفاء يصفونه ويستعملونه. هوني عندنا مصر ما عنده قير، منين كانت تستورد القير؟ تستورده من البحر الميت. إذن البحر الميت عندنا، يقول الكتاب المقدس أنه كانت منطقة فيها مزروعات وخضراء لفوق، إيه بس الظاهر كان أكو مدينتين سادوم وعامورة في محيط البحر الميت، هذولي كانوا أغنياء. ليش؟ لأنه بس يطوف قطعة قير، مرات قطع كبيرة وزنها فد 100 كيلو، وتطوف لأن ماي مالح يشنقلوها ويصدروها إلى مصر، فمصر تشتري، وهالشكل عندنا مدينتين غنية جدا، أغنياء كانوا. وهوني أيضا علامة على وجود فد ناس أغنياء يقدرون يشترون ماي ويشترون مزروعات من المناطق الأخرى. إذا عندنا مدن غنية بسبب تصدير القير إلى مصر. فعالم بريطاني اسمه غراهام هاريس صار له 20 سنة يشتغل على هذه القصة مع البحر الميت، وكثير من الجوانب اللي ممكن نشوفها في هذه المنطقة. هذا غراهام هاريس يحاول أن يبحث إذا أكو بقايا زلزالية. هذا نص مسماري يحكي عن زلازل كن سمعوا بيها بهذه المنطقة. هوني أنطيكم شوية صور لأجسام ملحية واقفة هالشكل من بعيد، الناس إذا عنده شوية نقص ما كان أكو مناظر ذاك الوقت، ها حتى هاي، فكانوا يصوروها واحدة بنت واقفة، ها هاي الأجسام الملحية يصوروها بنت واقفة، وكان يتخيلون كثير أشياء ذاك الوقت من بعيد ويخافون منها هكذا، عبالم هي امرأة لوط. زين، والفنانين كن حاولوا يتخيلون أشكن صار ذاك الوقت.
ايش اكتشف جراهام هاريس سنة 2350 قبل الميلاد، يعني معاصر تقريبا للأكاديين عندنا؟ كان صار حركة جيولوجية. هذه الحركة زلزال، ويعتقد أن هذا الزلزال ارتبط أيضا بحريق. كان طلع من تحت الأرض كميات كبيرة من غاز الميثان، غاز الميثان سريع الاشتعال، يعتقد أنه مثل برق يكفي إذا أكو تسرب غاز، مثل ما كان صار عندنا بكركوك وبابا قرقر، هذه اللي سموها النار الأزلية، يمكن يطلع غاز، ماكو إذا ماكو نار يتبخر، بس إذا أكو قدحة مثلا برق والغاز، ما نعرف في كركوك شو وقت كان اشتعل النار الأزلية، شو وقت بدت، يسموها النار الأزلية. نفس الشيء الظاهر كان طلع غاز بكميات أقل من كركوك، هون بكركوك صار له يمكن آلاف السنين قاعد يشتعل، في سادوم كان اشتعل هذا الغاز، وكان المشكلة أشني أنه هذه المدن كانت مبنية على الساحل، الطبقات اللي واقفة عليها المدينة، الظاهر الزلزال وصعود الماء حول أساسات المدينة إلى طين، صارت مثل صابون، فالظاهر المدينة مو بس اشتعلت، غاصت بالبحر وغارت جوا، وهذه فد شيء كلش نادر، بس نعرف أنه هو ممكن لأن كان صار مشابه في اليابان قبل كم سنة، ودرس للكاميرات كان تصور هذا الحدث. إحنا سنة يعني سنة 2350 يعني قبل حوالي 4350 سنة، إحنا في زمن نسمينه زمن النحاسي، زمن النحاس اللي سبق زمن الحديد، الناس كانوا يعني كان بدت حضارة النحاس، طرق النحاس وصناعة مواعين وأدوات من النحاس. إحنا في فترة زمنية مهمة لأنه هي زمن السومريين والأكاديين، وأكو حضارة أيضا في شمال الهند حضارتين، واحدة منهم يمكن عندها علاقة باسم كركوك، أكو حضارة اسمها عرابة، يمكن من هونك جاتينا كلمة عرافة، وعندنا حضارة أخرى اسمها موهينجو دارو كان دامت حتى سنة 1800 قبل الميلاد، وعندنا حركة تجارية مهمة جدا بين الشرق والغرب، بين بلاد ما بين النهرين ومصر والبحر هوني، يعني عندنا حركة شرق وغرب شمال وجنوب، عندنا فد حركة نشطة جدا. إذن عندنا مدن، وهذا فد شيء جديد بالعالم. المدن الأولى هي مدن السومرية، أوروك، أريدو، عندنا مدن، قبلها ما كان عندنا مدن، كان عندنا مثل قرى كبيرة، بس هون صار عندنا مدن، صار عندنا صناعات، معادن قلنا نحاس، وفخار جرار، الجرار كانت تستعمل لنقل الزيت، يسوون زيت يبيعونه يتاجرون بينه، عندنا سفن، عندنا تجارة بين الحضارات. هذه المنطقة إذن هي فد منطقة، منطقة فلسطين هي فد منطقة مهمة جدا، أطماع الناس حتى بعد بشوية سنة 1200 قبل الميلاد راح تهجم، راح يهجمون شعوب يسموهم الهكسوس، راح يهجمون، راح يسيطرون على مصر وعلى كل هذا الشاطئ مال الشرقي مال البحر الأبيض المتوسط. هاريس اكتشف عظام، فالواحد عظام بس مو مات موت ربه، كان خسف الباب بيت عليه، معناته زلزال كان قتلوا، واكو اثار حريق، يعني غاز كبريت حريق. الاردنيين من حاولوا
يسوون فرد شارع يحاذي البحر الميت، هاي هذه الضفة الأردنية، رادوا يسوون شارع هوني للسياحة، يقول لك كل ضربة معول يقدح نار. المنطقة بها معادن وبها مواد غازات تحت الأرض. هذا الزلزال قدروا أن يشخصونه، قوته 6 مقياس ريختر. فصار عندنا إذن كارثة، تعرفون الزلازل إما أفقية أو عمودية، والأخطر هي العمودية، يعني تنشال وتنسفق القاع وتقتل الناس اللي بيها. إذن الناس اللي ما ماتوا أو اللي حوالي سادوم وعمورة، كلمة سادوم تعني المنطقة الملحية، من كلمة سديم، السديم يشبه الملح بالفضاء، من نشوف كواكب سديمية، وعمورة المغمورة بالمياه، المغمورة بالمياه تعني. فإذا هذول الاسمين قد يكونون قريبين من أسماء هذول المدينتين، بس المسافة 2350 سنة كلش بعيدة، خلونا نقول 2000 سنة من زمن الكاتب كلش بعيدة، حتى يبقى شيء من الذكريات التاريخية الموثوقة. أش يسوي الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس يريد يضرب عصفورين بحجر واحد، يريد يقول بأنه أكبر الخطايا هي اللي ترتكب ضد الضيف. لا تنسوا نحن بالشرق، أكبر الخطايا هي اللي ترتكب ضد الضيف، الضيف مقدس. فأكو تقاليد أخرى ما جت بالكتاب المقدس هوني. إحنا نعرف أنه الملائكة هذولي هم رجلين، أهل سادوم يريدون يأذوهم هذول الضيفين، يعني لوط يدافع عنهم كضيوف، يقلم أنا مستعد أسلمكم بناتي وما أسلم ضيوفي لأنه هذا أقبح القبائح. فأنا رحت ودورت على هذا الموضوع، ما الخطيئة ضد الضيافة، كلش مهمة هاي. في كتاب مشهور انكتب في العراق اسمه ترجوم بابل، الترجوم هو شرح الكتاب المقدس اللي ربابنا اليهود كانوا يكتبونه في بابل، ترجوم بابل. أش يقول؟ اسمعوني ملي، هاي القصة يمكن ما كنت سمعتها ما أبد، قصص قصيرة بس هي قصص تعليمية توضح لنا شوية شيل رادو الكاتب الكتاب المقدس. يقول في عمورة، مو سادوم، خطيئة سادوم قلنا هي مع لوط والملائكة، بس خطيئة عمورة أشني؟ لما كان يجي عندهم خطار، كان عندهم سرير واحد، غرفة واحدة للخطار، مدينة عمورة. إذا جاء خطار يودونه إلى هذه الغرفة، بهذه الغرفة كان أكو شرباية، سرير، تخت، ينيمونه على التخت، إذا رجلينه أطول من التخت يقصون رجلينه، وإذا رجلينه أقصر من التخت يقصوها حتى يجيبوها يطابق التخت، يعني على الضيف أن يطابق تخت مال غرفة الضيافة مالهم. فضحكتم صحيح، بس شوفوا هذه القصة أنه عندهم هي مقياس للخطار، لازم يكون فيت متطابق مع التخت، ففي كل أحوال المسكين راح يقصون رجلينه. وهذا القانون، قانون التخت، أثار غضب الله، فنزل عليهم نار وكبريت وشعلهم. إذن هل فكرة مال خطيئة اللي خلت الله يتراجع عن قراره بأنه ما بعد يدمر، هذه الفكرة
هي فت فكرة جديدة. الفحشاء الأكبر هي أن الغريب واحد يتعدى علينا. هذه هي الفحشاء الكبرى. ولهذا راح يحط الخطيئة، راح يخلط، يحط الخطايا الكبيرة اللي هي زنا المحارم أو هي المثلية الجنسية، ومن هون راح تطلع كلمة لوط الخطيئة الكبرى أنه تكون لوطي. بس أقبح من هالخطيتين هي أنه الغريب يتعدون علينا، الضيف. وراح ندخل فعلا في هذه الفكرة الجديدة في تاريخ الكتاب المقدس. يعني الديانة هي دفاع عن الغريب. كنت غريبا فآويتموني. الغريب الضيف هو مقدس. كثير مرات من نباوع على هالقصص، إذا نظرنا إليها نظرة سطحية نتصورها هي قصص للونسة أو قصص مع الأطفال، بس بالحقيقة هذا كان أسلوب الناس القدامى حتى يحللون. إحنا اليوم عندنا وسائل تحليل فلسفية فكرية، بس هذول الناس القدامى ما كان يحللون إلا بطريقة القصة. بس إذا شوية تعلمنا، وإن شاء الله هاي المحاضرات تكون بالنسبة لكم شوية تدريب حتى نفكك المعاني الموجودة بالقصص، راح نشوف بأنه الكاتب قيوصل فد رسالة. هذه المدينة ما بيا حتى 10 أشخاص خوش أوادم. ليش ما بيا 10 أشخاص خوش أوادم؟ لأنه كلهم يخضعون لقانون غريب جدا. السادوم هو قانون التعدي على الضيف، وعامورة أيضا أنه المقياس ما هو الإنسان، المقياس هو التخت. أشنو التخت؟ هو القانون، قانون المدينة. إحنا عندنا قانون، الأهل المدينة كلهم يخضعون لهذا القانون، يعني كلهم يطالبون بتطبيق القانون على الخطار. وهذا فرد شيء خطر، يعني ماكو واحد بالمدينة يقول يا جماعة عيب عليكم، ما عدا لوط. ولهذا لوط راح يخلص، راح يخلصون الملائكة. بس ماكو أحد في سادوم أو عامورة من يعارض على وجود هالشكل شيء غريب. يقول وهجموا كلهم على بيت لوط، شيوخ وشباب. ليش؟ هسا إذا أكو شباب فقط نقول الشيوخ ما راضين عن الوضعية؟ لا، حتى الشيوخ مجبرين أن يجون ويدقون على باب لوط ويهددونه بأنه يقتحمون. فإذا هذه التصرفات كأنه المدينة كلها صارت سادية، كلها صارت أذية، كأنه المدينة كلها قطيع، وإذا واحد منهم خالف يقتلونه. إذا لازم تكون عبد المطيع لقانون المدينة، يعني ماكو ثالث، ماكو الله، لا في سادوم ولا في عامورة. وهذا بالحقيقة نسمينه عقلية حرفية القانون. راح يجي يسوع راح يقول السبت جعل للإنسان وليس الإنسان للسبت. كم مرة احنا في دوائر او في مراجعات نضوج من شخص موظف يطبق القانون علي، حرفية القانون يطبقه علي. ليش؟ لأنه هذا قانون. القانون لازم يكون مطاطي من أجل الإنسان، يعني أكو قوانين جائرة غلط تظلمني أنا كمواطن أو كمراجع. فإذا كان الموظف أعمي، أعمي. ولهذا راح يعمون أهل سادوم من راح يحاولون يشوفون باب لوط، راح يعميهم. هذا العمى بالحقيقة هو عمى القلب، عمى الفكر. الإنسان اللي يصير بس تابع للقوانين، بس مطيع للقوانين، إنسان أعمى. واللي يأخذ الكتاب المقدس حرفيا ويحاول أن يطبقه بغض النظر عن الإنسان، هذا أعمي.
وماربولس راح يقول الحرف يقتل، خطر هو الكتاب المقدس، لأنه الكتاب المقدس ممكن أن يستعمل للقتل، مثل كل الأديان ممكن أن تستعمل كتب المقدسة للقتل. فالشخص اللي يعترض يقول دير بالك من التفسير، من التأويل، ما الكتاب المقدس ممكن يكون خطر. هذه الحرفية، الحرف يقتل، ماربولس يقول الحرف يقتل، وبسبب الحرفية انقتل يسوع. هذا إذن فرد شيء إحنا لازم ننتبه عليه. في قصة سادوم وعامورة أكو فد منطق دكتاتوري ينطبق على هذول الناس، لأنه واقعين في لعبة، في لعبة خطرة، وهذه اللعبة تحول الناس إلى أفراد مطيعين. عندنا جماعة، هذه الجماعة تشكل كتلة، كتلة خطرة، هذا نسمينه اليوم سنة 2015 نسمينه غسل دماغ. يعني بالضبط مثل ما نشوف شباب يجون يفجرون نفسهم حتى يقتلون غيرهم. شلون ممكن؟ ماكو شيء أقوى من حب الحياة. شلون ممكن أنا أنطي حياتي حتى أطيع شخص آخر يأمرني بأن أقتل، حتى لو لبسوا ديانة، حتى لو قالوا هاي باسم الله؟ بس ماكو الله يقبل بهالشكل قانون. لكن الظاهر سادوم وعامورة كانوا كنغرقوا بهالشكل منطق، ملصوقين على الكلمات. الكلام كلام الله، ايه كلام الله، شنو كلام الله؟ ايه ما دام الله قال اقتل لازم اقتل، ما دام الله قال اذبح لازم اذبح. وهذا اللي وصلنا إلينا اليوم في شلقة تسوينه كل المتطرفين، بالحقيقة هو خطية سادوم وعامورة، أنه يتحول الله إلى مجرم، إلى قاتل. استغفر الله، يعني ما ممكن أن نصل إلى هالدرجة فيتحول كلامه إلى جنون، وهذا الجنون يصير جنون جماعي. شوفوا الكاتب مال هاي القصة، مال الكتاب المقدس، قيحكي قبل أكثر من 2500 سنة، قيحكي على أنه ممكن شعب بكامله يجن، يتخبل من ماكو أحد يعترض، من ماكو أحد يقول هذا القانون جائر، هذا القانون غلط. أشني خطيئة سادوم وعامورة؟ إذا خطيئة سادوم وعامورة هي نسمينه المنطق السحري. كنا صغار سمعنا قصة افتح يا سمسم، تعرفوها؟ أشني قصة افتح يا سمسم؟ أكو فد كلمة أقولها ينفتح الجبل وأدخل، ها في قصة في ألف ليلة وليلة، هاي القصة اللي نسمعها افتح يا سمسم، أو هذا المصباح على الدين أفركه ويطلع لي فد مارد وينطيني كل شيء أريد. يعني أكو فد كلمة سحرية. هل يا ترى أكو شيء، أكو كلمة سحرية؟ هذا نسمينه المنطق السحري. كأن يكون الكلام هو الله، يعني أعرف كلمة أقولها، مثلا أدعي على واحد فيموت، هل يا ترى هذا الكلام صحيح؟ هذا ما صحيح، لأن يعني الله ما يسمعك لما تدعي على واحد، الله يأخذه، الله ينتقم منه، ما صحيح، ما ممكن الله يسمعك. فلا تخاف إذا واحد دعا عليك، الكلام ما يقتل. إذن وين الفكرة؟ الفكرة في الأوهام اللي نصور بأنه الكلام ممكن يقتل. شنو الكلام؟ شنو طبيعة الكلام؟ الكلام لما نقول بأن الله عنده كلمة، هذه الكلمة هي كلمة حب، ما ممكن تكون كلمة أخرى. يسوع هو كلمة الله، في البدء كان الكلمة، هذه الكلمة هي كلمة حب، والكلمة صار جسدا، ها وصار جسدا وسكن بيننا، يعني الله حاضر فقط بكلمة حب،
ما بكلمة أخرى، لكن المنطق السحري أش يسوي؟ يحول الكلام إلى عملية خطرة، لأنه يفصل الكلام عن الله. شلون؟ أنا كلمتي ما تصير ثنتين. هذا رجال مثلا شوية، أبو جاسم لار بالبيت، كلمتي ما تصير ثنتين، هذا كلام فاضي. إحنا كلامنا يصير اثنين ويصير أربعة ويصير ستة، هاليوم شكل غدا شكل. هذه الإدعائية بأنه أنا كلمتي ما تصير ثنتين وما يصير تكسر كلمتي، يسوع ما يقول لا تكسر كلمة، أكرم أباك وأمك لكن أطع الله. كلامنا ما عنده قيمة إلا إذا كان انعكاس لكلمة الله اللي هي حب، وكل شيء خارج عن الحب ما هو من الله. فإذا يجب على كلامنا يتطابق مع الله، نعم نعم، لا لا، وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. إذن ماكو كمال بهالدنيا، والمخالفة ما هي مشكلة؟ يعني أنت قلت لي وخالفته، حتى الله يحب الخطأ. هناك فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. ما جئت للأصحاء، جئت للمرضى. فإذا كل جماعة يجب أن تكون صفح وعيد، مثل هذاك الكتاب مال جون فانيه، الجماعة صفح وعيد. الغفران يجيب العيد، الغفران يجيب الحفلة. تذكرون الابن الأول، ابن الشاطر اللي راح ورجع، أش سوى أبونه؟ سواله حفلة. إذن الغفران يسوي الفرح، المسامحة، الله يحب الخطأ، الخطأ التائبين يحبه ويتمنى أن يرجعون. يقول له مار بطرس كم مرة أغفر؟ يقول له 7 مرات كافي. يقول له لا، 70 مرة 7 مرات أغفر، لأنه بلا غفران ماكو عيد، ماكو. أشنو الإنسان اللي ما يغفر؟ لاحظوا أكو كثير ناس طول حياتهم يعيشوا، ممكن من ولادته إلى موته ما كان قال I am sorry، ما كان قال العفو، ما كان قال سامحني. حتى قسم من الآباء يقولون لو آدم من خالف شريعة الله، لو بس كان قال يا رب سامحني كان كل المشكلة خلصت. بس الكاتب ما يريد، يعني يريد يجعل من آدم كل واحد من عندنا يركب رأسه، وما يقبل أن يطلب العفو. إحنا وخطيئتنا مفتوح باب الله إلنا، بس اللي ما يعترف بأنه خاطئ مثل الفريسي اللي يقول أشكرك يا الله لأني لست مثل سائر الناس، هذا خطر. أش راح يصير؟ راح يصير 3 أشياء. شوية شوية تنفصل الكلمات مال الله عن الله، راح يصير الكتاب مال الله كتاب ما الشيطان، راح يستعمل ضد الإنسان، راح يستعملون آيات من الكتب المقدسة ضد الإنسان، راح يقتلون بها بشكل شمولي وبشكل إجباري. هوني ندخل بالتعصب، بالسلفية، بالإرهاب. أشنو الإرهاب؟ أشنو السلفية؟ أشنو التعصب؟ سحر الكلمات، الكلمات تصير هي الله، هي المعبود. الكلمات تصير فشيء حلو، وإحنا شعب عندنا شعراء أكثر مما عندنا علماء، نتونس على نزار القباني، نتونس على قصائده أكثر ما نتونس على اكتشافات علمية ممكن تكون مفيدة. كثير مننا الكلمات تطربنا، ها ننطرب ونقول خشقة طيبي وحسن لنا أن نبقى ها هنا، ونبقى. وكثير ناس يتعطلون، تتعطل، مثل ما يقول عبد الوهاب وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيناي في لغة الهوى عيناك، يعني هذا هو أفيش وطيبي وهذا ونبقى قاعدين هوني. ليش؟ لأنه
لأنه ما عندي شيء خلف الكلمات. بالحقيقة خلف الكلمات أنا من أتكلم ما أتكلم مع نفسي، أتكلم مع مخاطب، مع شخص أنظر بعيونه، أباوع عليك، عليكي. الإنسان مخاطب، خلف الكلام مالي أكو إنسان، وأكو ناس ما يسكتون لا مع الله ولا مع عبد الله. من يصلي ما يسكت، ومن يحكي هم ما يسكت. فإذا الآخر ما مهم، وهون تولد الشموليات. يعني الفكر الشمولي أنه الكل لازم يلبس زي موحد، مثل الصين 600 مليون بزمن ماو تسي تونغ كلهم كانوا يلبسون نفس البدلي، نفس الزي، نفس الفكر، نفس الكتاب الأحمر. كان يطلعون يهزونه هالشكل، قسم منكم لحقوا عليها شافوها بالتلفزيونات. زي موحد. هل الديانة زي موحد؟ هل الفكر، هل الله عنده زي موحد؟ لو عنده الله زي موحد ما كان خلق الألوان، ولا كان خلق النباتات والحيوانات والزواحف والحشرات أشكال وألوان. فإذا عنده عبرة، عنده فكرة الله أن يخلق التنوع. العجيب أنه إحنا البشر ما نتشابه، ها ما نتشابه. غريبة هاي البصمة مال أصبعي، ما تشبه بصمة أصبع أي إنسان بالعالم من 7 مليارات ونص الموجودين على الكرة الأرضية. ليش؟ ليش؟ غريبة هاي. ليش الله يخلق تنوع وأنا تسحرني كلمات ثابتة، ويتعطل الزمان ويتعطل الكلام، وأبقى أنا واقف في مكاني مسحور منطرب دايخ، أراوح كما كنت وأظل أكرر 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 أشي خلصها. ليش؟ واللي ما يكرر مثلي إذا يسكت قول. القبول الإجباري أفرض علينا طريقة فهمي للدين، طريقة فهمي للتفكير، طريقة فهمي للصلاة. هاي خطيات سادوم وعمورة. ولهذا عندنا خطية مشتركة بين هالمدينتين، وعندنا حكم، عندنا حكم عليهم، لأنه هذا القانون مالتهم هو قانون جائر، وكل غريب لازم يدفع الثمن. أضوج من الغريب. لما كنا صغار من نشوف شخص غريب كنا نباوع علينا وننتبه علينا. كثير ناس ما كن طلعوا من منطقتهم، كل عمك خاله كل قرايب ما يقبلون يطلعون من منطقتهم. ولهذا نشوف عدم وجود غرباء بيناتنا، عدم قبول الغرباء بيناتنا يجعل من القرية شمولية. يعني الكل يراقب الكل. هاي اليوم أكلوا دجاج، هاي خطبت بالتفلان، هاي اللي نحكيها بيناتنا نسميها القشبي. كثير مرات الأخبار بالقرية الكل يعرف كل شيء عن الكل، ما حد يقدر يخبي على الآخرين. ولهذا هذا يخلينا ندخل شوية في مفهوم الرغبة. الرغبة الإنسان راح يقع في الرغبة، في مشكلة الرغبة. كأنه أهل المدينة ما سادوم عندهم كلهم رغبة وحدي، وكلهم جنوا ماكو اعتراض. لمن يقلم يسوع البنات أورشليم لا تبكينا عليا بل ابكينا على أنفسكنا وأولادكنا. بالحقيقة يسوع هون يقع يعالج مشكلة الرغبة. تنقهرون علي، إذا هكذا فعلوا بالعود الرطب فماذا سيفعلون بالعود اليابس؟ أشني الرغبة؟ الرغبة هي أنه أنا آكل مثل العالم والدني، وأنام مثل العالم والدني، وأحكي مثل العالم والدني. يعني واحدة من علامات التخلف هي أنه نحن نطيع القوانين الاجتماعية أكثر من طاعتنا لله. أش نسميها القوانين الاجتماعية؟ نسميها الأعراف والتقاليد والعادات. يعني من كنت أقول لجماعتنا اللي هاجرت إلى أمريكا وأوروبا، كنت أقول لهم يعني أنت من تسوون تعزية
وتجيبون هالقوازي، وانت بنفسك تروح على الدكتور حتى ينطيك حبوب مال الكوليسترول، وانت جايب لي جبل من دجاج كله كوليسترول، ما تقول لي شنو فايدة هاي التعزية؟ وانت بنفسك واصلة لي هون تريد تسوي ريجيم، ليش كي تسوون هالشكل؟ هذه التعازي قبل زمان بالقرى ما كان اكو اكل للكل، فكانت التعزية والزواج مناسبة حتى الناس تاكل شوية لحم، بقية الوقت الناس صايمين من قاعد. انت نقلت هذه العادات من دون تفكير، جبت الى امريكا واوروبا، الاكل رخيص، الاكل رخيص كثير، من تجي انت تجيب هذول الناس الشبعانين وتعمل لهم عزيمة من اجل راحة المرحومة العجوزة اللي ماتت لك بالعراق واللي خطيها كانت بحزرة الدولار، لو كنت دزيت لهاي الفلوس بحياتها كان اشرف مما هوني تسوي عزيمة على نيتها، لا الله يقبلها ولا عبد الله يقبلها. انت هوني عبد للعادات والتقاليد، انت هوني ما قد تطلع من اطارك الاجتماعي. ايش راح يقولون الناس؟ ليش احنا دفننا بصلي؟ هي الاخوه كثير مرات امم العجوزه وابوهم الشايب ما كانوا يقبلون يستقبلونه، كل من يذبوا علاق، بس يوم اللي يموت تعال شوف الاكل اللي حضرونه. انا اتصور هذه العادات والاعراف هي سببها مو خوف من الله، بس خوف من حكي الناس. الكل يخاف من الكل، الكل يخاف من حكي الناس، صرنا حكاية بالديوان وعلت شب ثم العالم. هاي أكثر شيء خوفني، أنه أنا أصير ويقى يحكون عليك يوي مستوغة مستوغة يولي مستوغة. أيش معنى مستوغة؟ ال- 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 السيدة عندنا العراقية الأصيلة تحكي تقول يا رب ستر وعيفي، يعني هاي البردة حتى خطاياي لا تظهر للناس، حتى الناس لا يشوفون عيوبي، ستر وعيفي، صحة وستر من عين الناس. عين الناس هذا البعبع المخيف، الحكي مع الناس الحكي زين. أكو مقياس آخر لحياتي؟ ما أكو مقياس آخر لحياتي. فيجي الإيمان هوني مو الدين، يجي الإيمان ويقول يسوع من أمي ومن إخوتي، إن الذي يعمل إرادة أبي هو أخي وأختي وأمي. إذا نسأل الله، إذا ناس قد تحكي عليكي، هل الله راضي عنك بالشيء اللي انت تقررينه؟ ايه، فاذا خليها يكون الناس. بالعكس هذا شرف لك اذا الناس حكوا عليك، مثلا اذا فد واحد قرر ما سوي تعزيه، فلوس التعزيه ادزها للفقراء. منو يتجاسر؟ منو يتجاسر يعمل زواج وما يعمل بذخ وما يعمل كل هذا الاشي يسمونه هذا الشوكليت المصقول، كل وحدي ما أعرف باش قد بخمسين دولار؟ ليش والناس تجي وش على المزة؟ ما كان الطيبي بتزواج مال فلان، خطية احنا مشكلتنا بعقلنا مو مشكلتنا، انه هذه العادات اللي يعملها واحد يصير منافسة. رحت وفد مدينة بأمريكا، البنت تشتغل في محل مال فساتين مال عرايس، قالت لي يا أبونا تعال شوف الغضب عندنا. قالت أنا البيحة جتي لي فد بنت شابة، قالت أنا راح أتزوج بلكي تعطوني فستان، قالوا لهاي الفسيتين هاي البيضة وفسيتين. قالت هذا أريده، بيش قد هذا؟ 4000 دولار. لفوا له هو وحطوا له هو وودته على البيت. بعد ساعة جتي امرأة في منتصف العمر، قلت لهم قبل ساعة جتي فد بنت شابة أخذت منكم فستان، أنا أما أريد تلبسوني أحسن منها. وفعلا شوفوا له فساتين لولو، هاي أخذت فستان بدفتر 10000 دولار. هذا الفستان راح يلبسونه العواص وأم العواص 4 ساعات بس، 14000 دولار. يا أنا 14000 دولار أطوف بيا. ليش أنا أسأل سؤال؟ ليش؟ هل هوني أكو دين؟ معكو دين. هل هوني أكو إيش؟ أكو فد أنا مريض،
أكو فد أنا مريض، أكو فد حب الظهور مريض. هذول جماعتنا اللي قيهاجرون حتى يخلصون نفسهم من اضطهاداتنا. أكو كثير أشياء عجيبة. الناس تهاجر بس تودي الأنا مالها معاها، تودي أمراضها، تودي تعاستها، تودي أفكارها المريضة، وين ما يروحون. إذن المشكلة في جوه، في داخلنا. الرغبة، الرغبة اللي أشعر وكأنه أنا مجبور عليها، غصب عني، تضغط علي بحيث ما أقدر أتنفس. فكثير من الشباب والشابات يختنقون بهكذا جو. يعني في سادوم وعامورة هل قد القانون المدينة هو يغصب الناس، يضغط على الناس بحيث الله يقول ما أقدر أتحمل هالشكل الناس، كن ماتوا جهنم هي هاي. يعني سادوم وعامورة هي جهنم الرغبة، بحيث ما يبقى لهم البشر رغبة، بس رغبة القانون، وهذا القانون يسري على الكل، خلص كلهم قصة وحدي. أش راح يصير؟ راح يصير فعلا تفسير في هالقصة لمعنى جهنم، نار وكبريت، هاي جهنم. لما يسوع يقول لا تنطفي نارها لجهنم ودودم ما يموت، ترى الحقيقة هذا الحكي ما هو مثل ما في مخيلتنا أنه أكو فد مرجل بعد ما موت، مثل ما بالصور وباللوحات. يعني كثير مرات اللوحات مثل أشوفكم هوني هذه، هذه ملابس مع القرن التاسع الميلادي. يعني هاي الملابس، قد تشوفون هاي اللوحة، هاي الملابس مع الفنان مثل ما كان يتخيل. هذا فنان الأخ سادوم وعامورة، يتخيل أيقونة، هاي مرت لوط، ها صارت تمثال من الملح، هوني لوط وبنتين وقين هزمون. شوفوا كل فنان شكل يتخيل. لكن احنا اذا دخلنا في معنى العميق مثل هاي قصر إيطالي من القرن السادس عشر، ها سادو معامرة، وين كان اكو هشكل دنق. يعني كل فنان يتخيل فتشي، بس احنا من نجي نقرأ الانجيل لازم نفهم الكلمات، لازم نفهم الكلمات. جهنم هي فينا مثل ما السماء بيناتنا، اذا اجتمع اثنان او ثلاثة انا بينهم، هناك سماء اذا الله موجود. فاذا هسه نحن بالسماء اذا كنا فعلا بيناتنا يسوع، بيناتنا المسيح. وأيضا جهنم هي في العزلة وفي التبعية. شنو التبعية؟ التبعية أنه أطيع مثل الأعمي، أنه ما يكون عندي شخصية، أنه كل أولادي لازم يكونوا نفس التفكير، نفس اللبس، تسمع كلامي تسمع كلامي تسمع كلامي. يا أخي خلي تسمع كلام الله، لا تسمع كلامك. هذا كلامك مشكلة، يمكن لازم أنت وهو أولادك تسمعون كلام الله. ما ممكن نربي أولادنا فقط أن يكونون اسمع كلامي. هل هذا التمرد؟ أنا لو سمعت كلام أبوي ما كان صوته قس ولا كان صرته مطرح. أبوي كان يريدني إلو من عمري 12-13 سنة، رحت وشكيتونه، هاي كتبتوها بهذا التكريم، طلبوا سيرة حياتي. لما كان عمري 13 سنة ما رحت على البيعة، سنتين ما رحتوا على البيعة، يعجبني ألعب بالشوارع. رحنا لزاخو بال59 وشارع طيب وأصدقاء، ونروح على الخابور وأشيد من جسر عباسي بالماي وأسبح وهاي طول الوقت. بيعة ما فتوا سنتين. يوم عيد القيامة يجي أبوي من الكنيسة، هو يروح بالعيد القيامة وعيد الميلاد بس للكنيسة، ماكو غيره. فجاء شافني بعدني نيم، عيد القيامة لكن رحت على البيعة، فقمت قال لي تعال قعدوني. قال هذا أول درس وآخر درس أنطيلك، أن هاي سنتين لاحظت أنت ما رايح الكنيسة. شو بدي أقول لك، إحنا مسيحيين، يعني إحنا ورثنا هذا الإيمان مثل جوهرة. أسلم لك هي،
تريد الذبة بالبلوعة، تريد تخلص منها ما علي منك، تريد تصير متدين ما تصير متدين ما علي منك، بس أنا ما أريد الله في اليوم يحاسبني لأني ما قلت لك هذا الكلام، أقل لك هو مرة وحدي وبس. أنا أبوي أبدا ما كان حكى معاي بهاللغة ومخليني بحريتي، أنا الكبير ويعني شاطر بالمدرسة بس يعجبني يعني ألعب بشوارع وهاي. فتقوا ثاني يوم رحت الكنيسة ردت أشوف ليش بابا حكى على هاي القضية مال ديانة، أريد أشوف. فتوا للكنيسة، كنيسة مارغورغيس في زاخو، فتوا من الغبشي، فتوا شفتوا فت كتلة سوداء، ماكو أحد بالكنيسة، باب مفتوح، شفتوا فت كتلة سوداء فجأة تحركت بالكنيسة هك الظلمة شوية، أشوف إلا كان راكع راسه علقة المطران الله يرحمه توما ريس، كان راكع وعلى راسه. فأنا كده أقول هذا المنك يصلي، أشكو هوني، أشكو مقابيلي، يعني ديكور مع الكنيسة إيه. فمن طلعنا أكو قاس شاب هونك، قلت له أبونا ما تنطيني الإنجيل أشوف أشكو بالإنجيل، عمري 12-13 سنة، انطاني الإنجيل قريتونه. رحت قلت له عندك بعد كتب؟ قال خذ هاي شنطة، طلعها من تحت الجرباية، انطاني كتب قريتوها، خلصتوها خلال شهر شهرين، خلصتوا الكتب مالته كلها. قلت له ماكو غير؟ قال شوف انت جوعان كتب، ليش ما تروح على السمنير وتفضني؟ انا ما اعرف اشنو سمنير. قال لي بالموصل اكو سمنير بيقنوا لغات وكتب، اشقد ما تريد اكو كتب. قلت له اروح للسمنير. فسمع ابوي قال لي انا قلت لك روح على البيعة، انا ما قلت روح للسمنير. رحت على المطران قلت له ابوي ما قي يقبل اروح على السمنير، صح؟ وقال له انت عليش تعترض يوسف يروح على السمنير؟ قال سيدنا انا قلت له روح بس للبيعة، ما قلت له هذا ما عندي غيره، الاخ صغار بعد هذا الكبير وشاطر بالمدرسة بلكي يكبر، ليش نجيب اولاد غير حتى نستفيد منهم؟ قال بلكي الله يغيده تقفوا بوتش الله. قال لا ما اقفوا بوتش الله، خلي روح ما أقف بوتش الله، بلكي الله قيغيد، هي هاي الدعوة، الله قيغيده. هذه هي المشكلة. ها بقى أبوي حاول منا يلقي له فتزاغور حتى يطلع من الموضوع. قال سيدنا إحنا ما يصير نصير قسان. قالوا ليش؟ قال جدنا السابع كان قتل. قال هو الولد إيش علينه؟ جدنا السابع قبل 200 سنة أكو حكاية أنه كان قتل وهرب من تركيا وجاء سكن بشمال زاخو، فهذا أكو دم برقبتنا. قال هو إيش عليه له؟ شنو ذنبه؟ ها شوفوا هوني كأنه أبوي مسكين ده يحاول يلقي كأنه أكو خطية جماعية علينا، بس سيدنا رأسا عدلة أنه الخطية هي فردية، هي خطية الأشخاص، ما هي خطية الأفراد. كل واحد من عندنا مسؤول عن خطايانه. إذا أختي تخطئ هذا ما يعني أنه أنا أتلقبش بخطيئتها أو تصيبني خطيئتها. إذن مثل ما قال حسقيال من كان بالعراق في بابل، قال كنتم تقولون في الماضي الآباء يأكلون الحصرم وأسنان أولادهم تضرس، من الآن فصاعدا كل شخص يؤخذ بخطيئته. يعني هاي العقلية موجودة حتى في مجتمعنا. فلان عائلة ايه اختم كن سوت فلان شيء كل ما يسوون، إيه ليش؟ هذولي عندهم في تاريخهم لكة، إيه هاي اللكة الله ما يشوفها، انت تشوفها بس. ومنو ماكو لكة بتاريخه؟ منو ما اكو شيء بتاريخه؟ منو ايه ما هي العائلة اللي ما بيها شيء بتاريخها؟ ليش نستحي؟ لازم أستحي من أعمالي، ما أستحي من أعمال أشخاص آخرين. هالشكل إذن راح نكتشف أنه هاي الأسطورة، هاي القصة اللي دخلت في الكتاب المقدس بالحقيقة هي سباقة، سباقة لعصرة. وهذا هو معنى الكتاب المقدس، بأن الروح يهب حيث يشاء. هذا الروح اللي جابه يسوع، اللي جابه إبراهيم أبونا بالإيمان، اللي عطانا فرد شيء جديد وخلصنا من خطر
الديانة القمعية أو الديانة الاجتماعية. الديانة ما هي اجتماعية، الديانة يجب أن تكون حاوية مع الإيمان. يعني أنتم مسيحيين اجتماعيا، بس إذا ما مؤمنين أش نستفيد من مسيحيتكم؟ إذا أنت قلبك ما، إذا عمك كان مطران أش أعمل بيك؟ إذا أنت ما تحب يسوع، إذا أنت ما تؤمن بيسوع، إذا أنت كل عنزي بقراعة تتعلق. هذه أساس قصة سادوم وعمورة. أتوقف عند هذا الحد ونأخذ فترة استراحة، وإذا عندكم أسئلة انطوني إياها حتى نجاوب عليها بفترة ما بعد الاستراحة. يقول هذا السؤال الحلو: هل تقصد بالرغبة هي الطاعة؟ اي نعم، الطاعة لمن؟ هل هي الطاعة لنفسي لرغبتي إلا لرغبة شخص آخر؟ هل هي الطاعة لرغبة زوجي أو زوجتي، أبوي أو أمي؟ أشني الرغبة وأشني الطاعة ومن نطيع؟ كل يوم أنت من تصلين، أنت من تصلي تقول لتكن مشيئتك لتكن رغبتك. شيلوا كلمة مشيئة وحطوا رغبة مكانها، راح تفهمون. حاول الكاتب أن يأخذ معتقدات شعبية كانت موجودة في الماضي، بأنه هذول الناس، هذول الأشباح اللي يتحولون إلى ملح، هم حط بيا درس. الملح المنطقة المالحة، منطقة بحر الميت، عقيمة، يعني ما يقوم بيها ولا شيء. الأرض اللي بيها ملح ما يقوم بيها ولا شيء. النظر إلى الوراء هو قلب القصة. نظرت إلى الوراء، يعني لا تنظر إلى الوراء. الماضي ما بينه خير، انتهى الماضي، الفات مات، كافي تشلب بالماضي. فهي شكلها تحسرت مثل شعب إسرائيل. هو قيدق بسمار الكاتب على من؟ على شعب إسرائيل. لما جو ضوجون الموسى قالوا له: منو قالك طلعنا من مصر؟ كنا جالسين ناكل ونشبع. صحيح كانت عبودية، بس عبودية طيبة، بيا لحم وبيا بصل وبيا قثاء وبيا ترعوز. يوصفون سفر الخروج، يوصف الأكلات اللي كان يدمدمون على موسى. هذا التحسر نحو الماضي يجعل منك أنت أيضا عقيم. حكي على الماضي ما بينه خير. لو ما كان طلع ما كان صار حادث السيارة، لو ما كان فلان شيء ما كان صار، لو زرعوها وما طلعت وصارت تمثال من ملح وخلاص، وعدنا كنا عدكم وجينا. هاي القصة مع الملح. فإذا كاتب يريد يقول لك درس: لا تباوع خلف، باوع قدام. القدام ممكن، المستقبل ممكن أغيره، الحاضر ممكن أغيره، بس الماضي ما أقدر أغيره، الماضي انتهى. زين أبونا، هل يوجد سحر أم لا؟ لا، بس يوجد في راسك أو راسك، اللي أنت تتصوره، اللي أنت تتخيله ممكن يكون موجود. إذا أنت تعتقد بالسحر طبعا راح يأثر عليك، بس إذا أنت ترفض الاعتقاد بالسحر، ماكو سحر، ماكو سحر، أكو شعوذة. أكو كثير مرات بالتلفزيون يطلعون ناس يسوون ألعاب سحرية، يقصون فد بنت بالنص ما أدري شنو. هذه لو نجي نسأله الساحر شلون سويتها، أكو تكنيك، أكو تكنيك، يضحكون علينا، بس ماكو سحر. السحر الأسود هو سحر ناس يعتقدون بأنه يطيقون يأثرون على الله، لأنه كأنه إرادة الله نقدر نكسرها. القضاء والقدر، اللي يؤمن بالقضاء والقدر يؤمن بالسحر. هتشوفون ماكو سحر، إلا إذا آمنتم بالقضاء والقدر يا طبعا راح تصيرون غشم وتآمنون بالسحر.
الضيوف هم الملائكة في قصة لوط. إذن هل الملائكة هم أرواح مثل ما إحنا متصورين أو هم أشخاص؟ وإذا كانوا أشخاص لماذا برأيك الكاتب يكتب ملائكة؟ أش معنى ملاخة؟ مرسل. حياتنا متروسي ملائكة. إحنا ما نقول للأطفال هذول ملائكة صغار، مثل ذاك اللي جانوا أخ صغير وكان هذاك الأخ طول الوقت يبكي، فسأل أمه هذا أخوي منين جاء؟ قالت له جاء من السماء. قال هسه افتهمتوا ليش طردونه قد ما يبكي. فإحنا كلمة ملاك بالكتاب المقدس هي كلمة واسعة. ملاك مرسل، الرسل ملائكة مرسلين، اللي يرسلوا الله. أخوتي وخواتي اللي على طريقي، أنتم بالنسبة إلي الله حطكم على طريقي، أكيد عنده فد غاية. فإذا ما افتهمتوا ليش حطكم على طريقي، معناته ما قد أفهم هذه الرسالة. ولهذا في القصة هيم اثنين، هيم شهود. لاحظوا أكو اثنين للدينونة شاهدين في قصة لوط، وعدنا في القيامة أيضا لمن النسوة يروحون على القبر أكو ملاكين قاعدين على القبر. دائما اثنين اثنين يكونون شهود على الخطيئة، لأنه سادوم محكمة، هذه المحكمة وعقوبة، لازم يكون شهود. أوكي. أود أن أغير نفسي وأتبع كلام الله، لكن الناس تكون عائقا في ذلك، أي تكون منبوذ من قبل الآخرين. طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عنكم كل شر من أجلي، افرحوا لأنهم هكذا فعلوا بالأنبياء من قبلكم. فإذا خلي أكون منبوذ من الناس بس الله يرضى عني، هذا هو هدف إيماننا. زين، عندما لا يكون أمام الإنسان غير الحروف والكلمات للوصول إلى يسوع، ما هي طريقة المثلى للتخلص من الحرفية؟ الحرفية خطر كل الأديان، خطرنا نحن المسيحيين أيضا، من نمسك آية ونشلب بيها وكأنه هي هذه الكتاب المقدس. سفر الرؤيا يقول وأخذت الكتاب وأكلته، يعني هضمتونه، فكان مرا في فمي وحلوا في جوفي. وبنهاية سفر الرؤيا بالعكس، فكان حلوا في فمي ومرا في جوفي. شوفوا أكو رموز، أكو صور نحتاج أن نفهمها في تعاملنا مع الكتاب المقدس حتى لا نكون حرفيين. أخطر شيء على الديانة هم الناس الجهلة السطحيين الحرفيين، ليش هكذا مكتوب وأش معنى هاي الآية؟ مثل ما أكو ناس يقولون فلان دكتور كل شيء ما يفتهم، هو خطيه درس 6 سنين وعنده ممارسة، أنت جيت البيحة وما تعرف ولا شيء تقول هذا الدكتور ما يفتهم. ولهذا كثير ناس ما يمشي إلا بعقله، ما يمشي بعقل غيره. هذا ما أصور راح يتقدم كثير. شاور سواك إذا أتتك نائبة وإن كنت من أهل المشورات. أروح أخذ الجواب؟ خلوني أحكي لكم نكتة. كثير ناس يأخذون الجواب من الكتاب المقدس، فأيش يسوون؟ عنده فد مشكلة يروح ويفتحه ويحط إيده على آية يقراها حتى يلقي الجواب. فيقولون فد واحد كان كلش كآبة راد ينتحر، قال لا ما انتحر إذا ما أسأل الله بالكتاب المقدس. فقال أشوف الله أش يقول. يقول قلب 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 حط إصبعته وطلعت آية قرأ بها فذهب يهوذا وخنق نفسه. قال لا يا رب، يعني أنت ما معقولة من أول مرة تريدني انتحر. قلب قلب لا مرتلق قلب 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 حط إيده على آية قرأ اذهب أنت وافعل مثله. إيه قال لا ما يصير، يعني ما معقولة الله يغني انتحر. قال لا يلا قولي ميرا سيجارة، ها لازم بالثالثة يلا آخر شيء، يلا بالثالثة أعمل مثل ما هو يريد. فقلب قلب حط إصبعته على الآية قرأ ما أنت فاعله افعله عاجلا. هذا قي يستعمل الكتاب المقدس للسحر، هذا مشعوذ، ها ما يصير نستعمل الكتاب المقدس بهالطريقة.
كتاب المقدس مو مجموعة آيات أستعملها بكيفي حتى أمشي شغلي أنا أفصلها على مقاسي، لا، أنا اللي شوية شوية أنجغ هذه الشجرة حتى أحولها إلى أثاث، لازم أشيل منها قطع أنحتى التمثال داخل الشجرة أو داخل الحجرة أطلعه أنا بأن آخذ الزايد منه. فإذا حياتنا أشني؟ حياتنا هي عبارة عن نشيل الزوائد ويطلع صورة الله الموجودة بينا. تقول سيدنا الله محبة ومسامح، فلماذا ينتقم من الإنسان؟ أي لماذا يعاقب الإنسان؟ يعني هون إحنا في قصة سادوم وعمورة عدنا في فترة، إحنا في فترة طفولة، الفصول الأولى من سفر التكوين وكأنه هي الماضي السحيق، طفولتنا. شوية شوية راح يبدي الإنسان يكبر مثل الطفل. الطفل مرات ما يقبل يأكل، نجبره يأكل، نمسكه خشبة طعامه بالقوة. ليش؟ لأنه راح يموت إذا ما يأكل. لكن من يصير كبير راح نحاول نقنعه. ولهذا يسوع تشوفون يقول قيل لكم وأنا أقول لكم لا أدعوكم بعد عبيدا، دعوتكم أصدقائي لأني كلمتكم ما تعلمته عند أبي. فإذا إحنا في العهد الجديد فعلا الستار مال الهيكل راح ينفتح وسما تنشق، فيصير السماء على الأرض والأرض تصير سماء. هذه هي. أما في الماضي كان يعاقب فكنا أطفال، ولهذا هكذا لازم نقرأ الكتاب المقدس، طفولة ثم بلوغ. كيف يمكن التأقلم أو السيطرة على الرغبة، وكيف يمكن التغيير من فكرة حكي الناس لدى الآخرين؟ وشكرا. حقيقة هذا خوش سؤال، لأنه هون يبين بأنه كثير من الناس كبروا بس ما كبرت إرادتهم معهم. كيف نقوي إرادتنا؟ كيف أقدر أقول لا؟ عندي أمراض كثيرة، وكثير من أمراضنا بسبب ضعف إرادتنا. كثير مرات ما نقدر على نفسنا، نفسنا دنية، ناكل أزيد من لازم، أو يعجبنا نعمل فلان شيء. الخطيئة هي شيء يعجبني ما أقدر على نفسي. السؤال إذن كيف أقوي إرادتي؟ الصوم هو أحسن تدريب لتقوية الإرادة، يعني هي الرياضة. كان عندي فد تلميذة بالدورة اللاهوتية، مسكيني كانت بطلة العراق بركض 400 متر، دينا كان اسمها، دينا السعدون. فكنت أسألها أقول لها يعني ما تصيرين بطلة العراق، ورشح هو أنه تروح تصير بطلة آسيا. فقلت له يعني فديوم عزموني عندنا على البيت، أما بلجيكي كانت عملت فد أكلات طيبة، فبواتوا علي قلت له هادينا، قلت لي هاي كلها ممنوعة علي، إذا أريد أبقى بطلة العراق لازم ما أكل. فهي صيمي من أجل شيء آخر، حتى يومية تمرين 5 ساعات، يومية ركض هالقد. ليش؟ فإذا كانوا هذول الأبطال يتمرنون حتى يفوزون بكأس زائل مثل ما يقول ماربولوس، فكم علينا نحن لازم نتمرن حتى نقدر نسيطر على رغباتنا وميلنا إلى الأشياء اللي تعجبنا. ما دائما الأشياء اللي تعجبنا هي مفيدة. اكتشفت المعنى الروحي والإيماني، لكن هل القصة حقيقية أم أسطورة؟ رجعت حليمة. أنا قلت لكم من أول أسبوع، أنا بالنسبة إلي الأسطورة هي قصة حقيقية. ليش؟ لأن أنا ما كنت بسادوم، بس بالنسبة إلي سادوم هي عدم النظر إلى الوراء، هاي حقيقي. أنا استقبل الضيوف استقبال وكأنه ملائكة من الله، هذا حقيقي. فإذا في القصة الأسطورية حقائق جوهرية، وهذا اللي راح نحاول أيضا الأسبوع الجاي أن نحكي عنه في قصة يونان اللي بيها أيضا دروس راح نحاول أيضا أن نفهم.
فإذا أنا كده أحاول بهاي المحاضرات أن أعطيكم مفاتيح أشني الحقيقة. حتى الحقيقة اللي تقرأها اليوم خبر بالصحافة هي ما حقيقة، هي الصحفي من وجهة نظره أشاف وكتب. ماكو حقيقة بالعالم إلا جزء من الحقيقة، جزء. الحقائق شوية شوية نجمعها، شوية شوية نكونها فتصير حكمة، خبرة. شعر أبيض، أنت من راح يصير شعركم أبيض إذا بعد ما كن أبيض؟ بالحقيقة كل شعراي بيضة هي تراكم خبرة علمتكم الحياة. كل واحد بيكم خلي يرجع إلى 20 سنة لي وراء، 30 سنة لي وراء، عقلكم مثل ذاك الزمان كان؟ لا، نضجتم تعلمتم. فإذا الحقيقة ما هي فرد شيء ثابت، هي شيء متحرك. أنسى ما ورائي، يقول مربولوس، أنسى ما ورائي وأسعى إلى أمامي ولا أحسب أنني وصلت. أبدا ما نتوقف. مذكور في أحد المزامير: لا تنتقموا أيها الأحبة لي الانتقام وأنا أجازي، يقول الرب، أي أن الرب يأخذ حقي من الشخص الذي يؤذيني وأقول هذا عن اختبار، فما هو رأيك؟ طبعا لي النقمة وأنا أجازي، صحيح. بالعكس يسوع يقول إذا جاع أخوك أطعمه، مربولوس، إذا جاع أخوك أطعمه وإن عطش فسقه، عدوك أطعمه فسقه وبذلك تضع جمر نار على رأسه. يعني آية عن خبرة فعلا. أنا أشكر السائل أو السائلة: هل التوراة هي نفس العهد القديم؟ التوراة هي ثلث العهد القديم. العهد القديم هو تنخ، توراة النبيين كتوبين. التوراة هي الأسفار الخمسة الأولى، والأنبياء هي من الكبار والصغار، والكتب الحكمية هي هذا العهد القديم، يتكون من 3 أقسام. اللي سألت هذا السؤال يراد تجي تحضر دروس تعليم مسيحي، لأن هذا يعرفه أبسط أطفالنا وطلابنا. الكلام ما يقتل، لكن الدعاء بطلب أكثر. ما افتهمته. إيه، كيف يمكن أن نقاوم كلام الناس والعادات والتقاليد والانتقادات الكثيرة من حولي وأستمر رغم المقاومة؟ عملي مثل هذا، أو عمل مثل هذا الرجال وابنه والحمار. كان أكو رجال وابنه رايحين للمدينة، إذا ركب هو على حمار الناس حكوا، يقولون شوفوا هذا الشايب يترك ابنه خطية شاب يمشي، وإذا ركب الابن يقولون شوفوا هذا الابن أشقد قلبه قاسي، هو يركب على حمار وأبونه يمشي، هذا الرجال كبير تعبان. وإذا 2 مقيمشون والحمار قيمشي يقولون شوف أشقد 2 حمير، ليش يخلون الكلب والحمار يمشي بلا شيء ما يركبون 2؟ إذا ركبوا 2 يقولون ما عندهم قلب، قسوة بقلبهم، يركبون على هذا الحيوان المسكين فطسونه 2. فهذولي أش عملوا؟ جنوا، قاموا شالوا الحمار ودخلوا للمدينة. أنت هم عمل مثل هذولي، شيل الحمار. الناس تقول أنه كل شيء مكتوب عند الله، إذا كل شيء مكتوب ليس إحنا ما نريد يصير شيء بالمستقبل، ندعي من الله أنه يصير، ليش ندعي إذا هو راح يصير؟ قلناها بالسؤال الأول بأنه ماكو مكتوب بالنسبة لنا كمسيحيين، وهاي فد موضوع كلش 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 مهم. ينراد فد يوم نسوي فد استعراض للقدرية. القدرية أو الحتمية أو الجبرية هي تيارات فلسفية تقول بأنه الفلك دوار ولا جديدة تحت الشمس، وكل شيء بالدنيا مكتوب، وحياتك أش ما تعمل أش ما تعمل أجلك يجي بالساعة اللي كن كتب لك يجي. كثير ناس يؤمنون بهذا الشيء، وصدقوني هذا سبب تخلف الشعوب. الشعب القدري أو الجبري أو الحتمي هو شعب متخلف. الشعب اللي يؤمن بالمستقبل ويؤمن بالتغيير ويؤمن بإمكانية، لو كانوا فاليوم شفتوا في الكاريكاتير كلش عجبني. الكاريكاتير يبين رجال من العصر الحجري، أكو تخت من حجر وأكو
شكوك من حجر، وأكو طاحونة من حجر، وأكو أدوات حجرية حوله. كيقول له يا مرة البني آدم اخترع كثير أشياء ما أفتهم أش راح يخترع بعدين. يعني متعجب أنه الحجر تحول إلى آلات وشربايا تخت وجاروشة، وهذا بالنسبة له يعني خلص ما بقى يخترع ولا شيء. لو توقفنا على فكرة أنه كل شيء مكتوب، ما كان صار لا الآيفون ولا صعد الإنسان للقمر ولا ركب طيارة ولا عمل أدوية. غريبة غريبة هاي العقلية القدرية. يعني قلت لكم يمكن قبل أسبوع أسبوعين أنه من كنت في فرنسا أدرس قبل 40 سنة كان أكو 150